بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية، السنة الثانية إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 14، la page numéro 14. En haut de la page, on a objectif. Objectif. أهداف. هدف. إذن كما تلاحظوا عندنا هدف واحد هنا وهو proposer un titre pour son journal de classe. Proposer un titre pour son journal de classe. Le verbe proposer, شنو مقصود به؟ بروبوزي اقترح. اذا عندنا واحد المجموعه ديال التلاميذ بغاو يعملوا واحد الجريده خاصه بالمدرسه وخاصه بالقسم. التلاميذ اولا من الامور المهمه التي يجب التفكير فيها شنو هي؟ مكونات. هي بروبوزي ان تيتر بور سون جورنال دو كلاس. اذا من اول المسائل المهمه التي يجب التفكير فيها تفكير عنوان للجريده. هو اقتراح عنوان للجريدة، أن تقترح عنوانا جيدا للجريدة، جذابا، له دلالة، تكون عنده واحد الدلالة. العنوان ديال الجريدة تلعب دور في جذب القارئ، الحمد لله. عنوان الجريدة أيضا له تأثير في جذب القارئ لشراء الصحيفة أو لقراءة الصحيفة. إذن بروبوزي ان تيتر pour son journal de classe. طبعا هنا عندنا اقترح عنوانا لجريدته للقسم. المقصود هنا اقتراح عنوان لأي شخص يريد أن ينشئ جريدة. إذن عندنا هنا son journal de classe. كما نقول جريدته للقسم، ولكن المقصود بها لجريدة أي مجموعة أشخاص أو لأي شخص يريد أن ينشئ جريدة. هذا هو المقصود بهذه العبارة. ثم عندنا سيبور كالعادة، دعامة، تأتي من فعل سيبورتي، يعني أنك تدعم فريق مثلا. سيبور إذا نتكلم عن دعامة، أحيانا نتكلم عن سيبورا. سيبورا يعني شي حاجة غنوقفها كدعامة، شي حاجة غنجعلها كحامل مثلا لشيء. حامل داش يسمى، ممكن يسمى سيبور، تنقول هنا سيبورا. هنا عندنا السيبور هو هاد المستطيل اللي تضمن واحد المجموعة ديال العناوين ديال الجرائد. إذا كما تنشوفوا عندنا واحد مجموعة عناوين ديال الجرائد كما قلنا. لو بتي بيدول، شنو المقصود بها؟ لو بتي بيدول يعني شيء ما صغير، شيء ما صغير، كلكو شوز دو لا لونغاج فاميلي. بيدول من اللغة العامية، اسما من الدارجة. بيدول شيء ما، أي شيء. ثم عندنا لو جورنال دو ليكول، جريدة المدرسة. جريدة المدرسة. ثم عندنا لو بتي تيغاسون. لو بتي تيغاسون واحد الجزء من سقف المنزل يسمى تيغاسو، واحد الجهة من سقف المنزل تسمى تيغاسو. إذا عندنا لو بتي تيغاسو كما نقول سقف الصغير، تيكون عندنا السقف الجزئية من هذا السقف مائلة، إذا تسمى تيغاسو. طبعا هي تصغير لكلمة تيغاس، أصلا كلمة تيغاسو هي صغير لكلمة تيغاس، وزادوها هاد لو بتي تيغاسو كأنهم زادوا صغروها، فهمتي؟ ثم عندنا مون كوليج، إذا جريدة تسمى هكذا، من كوليج مدرسة يعني إعداديات شيء من هذا القبيل. لو بتي إيكولي المدرسة الصغيرة. لو بتي إيكولي طبعا إيكولي المقصود به هو التلميذ، ليكولي هو التلميذ حيت تيمشي ليكول، حيت تيمشي المدرسة تسمى ليكولي. إذا لو بتي إيكولي المقصود به التلميذ الصغير. ثم عندنا لو بتي كوتيديان، ها شفنا كوتيديان، لو بتي كوتيديان كما نقول اليومي الصغير، اليومي الصغير. كما نتكلم عن جريدة يومية صغيرة، طبعا جريدة في اللغة الفرنسية هي كلمة مذكرة، بدل أن نقول اليومية الصغيرة إذا كأننا نقول اليوم الصغير. إذا المقصود بها هنا اليومية الصغيرة، المقصود بها الجريدة الصغيرة. مثلا هنا عندنا لاماغيل، 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 لاماغيل تنقولوا احنا بالمغربية تنقولوا شريطة. اللعب ديالها تيتم أنك ترمي واحد القطعة حجر على الأرقام تتنقص في مخطط. تكون عندنا مربعات بهم أرقام، ثم تدفع قطعة الحجر برجل واحدة بحيث أنك تضعها في المربع الموالي، إذا تسمى لاماغيل. ثم عندنا لو جورنال دي زونفون، لو جورنال دي زونفون طبعا هذه معروفة، جريدة أطفال، جريدة الأطفال. إذا عندنا هنا جوبسيرف إي جو كومبخون، جوبسيرف اي جو كومبخون، انا الاحظ وانا افهم. جوبسيرف لي تيتر سي دوسو، اذا ما عندناش سي دوسو،
أسفله. عندنا سي دو سي سي كأن رانا نقول سيو يعني فوق. إذا سي دو سي المقصود به أعلاه. سي دو سي عكس الكلمة التي رأيناها فيما سبق سي كونتر يعني جانبه. إذا عندنا هنا سي دو سي سي دو سي سو يعني تحت. سي دو سو أسفله. سي دو سي أعلاه. إذا جواب صيغ لي تيتر سي دو سي أنا ألاحظ العناوين أعلاه. إي جو ريبون وأنا أجيب. طبعا نتكلم عن لو فيرب ريبوندر. لو فيرب ريبوندر هذا فعل أجابة. هذا فعل أجابة. جو ريبون تو ريبون إل ريبون نو ريبوندون فو ريبوندي إل ريبوند إل ريبوند. إذا هم يجيبون. جو ريبون أو كيستيون سويفونت أنا أجيب عن الأسئلة التالية. ما هي الأسئلة؟ دو كال إليمون سو كومبوستيل من كم من عنصر يتكونون؟ دو كال إليمون سو كومبوستيل دو كال إليمون سو كومبوستيل من أي عناصر تتكون هي؟ من أي عناصر تتكون هذه العناوين؟ من أي عناصر؟ سينو برونو كوم إكزومبل لو بروميي تيتر لو بتي بيدول. لو بتي بيدول طبعا كما قلنا بأن بيدول تعني شيء ما كيلكو شوز. كما نقول هنا لو بتي بيدول شيء ما صغير. لو بتي بيدول كما نقول شيء ما صغير. طبعا عندنا هنا جريدة للأطفال الصغار ليكتبوا فيها ما شاءوا من أشياء صغيرة حتى يتدربوا. جريدة للصغار ليكتبوا فيها طبعا ليبدأوا بها بأشياء صغيرة حتى يتدربوا كما نقول على أشياء كبيرة. إذا لو بتي بيدول شيء ما صغير. Si nous prenons ce titre, alors de quel élément se compose-t-il? من أي عناصر يتكون هو؟ من أي عناصر يتكون هذا العنوان؟ De quel élément se compose-t-il? Alors, comme nous le voyons, on a le, c'est un élément, petit, c'est un deuxième élément, et bidule, c'est le troisième élément. كما نلاحظ بأن هذا العنوان يتكون من le, من petit, ثم من bidule. Ce titre se compose de le, petit, et bidule. Alors voilà, on a trois éléments. On a l'article défini le, on a l'adjectif petit, et enfin on a le nom bidule. Et donc, on a l'adjectif petit, le, adjectif tarif, tout le monde a petit, adjectif ou wasf, nous avons dit un chien masagir, et donc nous avons dit un nom masagir. Et donc, cette kalima est wasf. Tout le monde a bidule. C'est un nom. Ce titre se compose de le, de petit et de bidule. Comme nous le voyons, on a trois éléments. كما نرى عندنا ثلاثة عناصر. لو دوزيام تيتر لو جورنال أليكول. لو دوزيام تيتر لو جورنال أليكول. إذا العنوان التالي الجريدة بالمدرسة. إذا لو جورنال أليكول سو كومبوز دو لو جورنال أ الأبوستروف إيكول. إذا كما نرى بأن هاد العنوان يتكون من لو لارتيكل ديفيني لو لو نو جورنال لارتيكل ديفيني الأبوستروف إي لو نو إيكول. إذن كما نرى بأن هذا العنوان يتكون من الأداة لو ثم من الاسم جورنال ثم من الحرف أ ثم الأبوستروف. هي في الأصل أصبحت الأبوستروف لأن إيكول مبدوءة بإن فويال ثم عندنا لونو إيكول. العنوان يتكون هنا من خمسة عناصر. أولا عندنا لو، ثانيا عندنا جورنال، ثالثا عندنا أ، رابعا عندنا الأبوستروف، وخامسا عندنا إيكول. ثم عندنا لو تخوازيام تيتر كوم نو فويو قلنا لو بتي تيراسون تماما مثل لو بتي بيدول. فقط اننا عوضنا كلمه بيدول عوضنا بتيراسون. طبعا تيراسون كما شرحنا تعني واحد الجزء من السقف او تعني المساحه التي نضيفها امام المنزل. هنا الجريده نشبهها بتلك المساحه امام المنزل يلعب فيها الطفل ويتدرب. سي لا ميم شوز ايسي قلنا لو بتي تيراسون. Après, on a mon collège. ثم عندنا mon collège. يعني إعداديتي. Mon collège, إعداديتي. تقال بصيغة المذكر. إذن عندنا le pronom possessif mon. On a le pronom possessif mon. Après, on a le nom collège. عندنا ضمير امتلاك كما نقول mon. ثم عندنا الاسم collège. إذن on a deux éléments. Ce titre comprend deux éléments. Comme nous le voyons. هذا العنوان يتضمن عنصرين. Après, on a le petit écolier. C'est la même chose comme dans le petit bidule. Et dans le même sujet, comme nous avons vu le petit bidule.
Après, on a le petit quotidien, c'est toujours la même chose. Ma'ad al-anwan, nafs al-shay' aydan. La ma'al, et si on a l'article défini là, après on a le nom ma'al. إذن عندنا الأداة لا ثم عندنا الاسم ماغيل. إذن كما نلاحظ بأن هذا العنوان يتكون من عنصرين. Ce titre se compose de deux éléments. Et enfin, on a le journal des enfants. إذن عندنا جريدة الأطفال. Comme nous le voyons, ce titre se compose de deux articles, le et des, et donnant journal enfant. إذن هذا العنوان يتكون من أداتين le هو دي ثم يتكون من اسمين. Journal et enfant. Ce qui fait que ce titre se compose de quatre éléments. Ce qui fait que ce titre se compose de quatre éléments. بما يعني أن هذا العنوان يتكون من أربعة عناصر. Généralement, comme nous le voyons, ces titres se composent des articles, des adjectifs, des prépositions et des noms. إذن كما رأينا عموما بأن هذه العناوين تتكون من أدوات ومن نعوت أو أوصاف تتكون من أحرف ومن أسماء. الذي يهم في الأخير أن العناصر محدودة. Généralement, ces titres se composent des articles, des adjectifs, des prépositions et des noms. Et dans le moment, هذه العناوين تتكون من أدوات ومن نعوت أو أوصاف تتكون من أحرف وتتكون أيضا من أسماء. عموما كما لاحظنا بأن العناوين مكونة من عناصر محدودة وبالتالي فهي ليست طويلة. D'après ces titres, à qui s'adresse ces journaux? إذا من خلال هذه العناوين التي رأينا لمن توجه هذه الجرائد. طبعا نحن الآن نريد أن نختار عنوانا لجريدة. طبعا عندنا هنا مجموعة عناوين. إذا من خلال هذه مجموعة عناوين لمن يمكن توجيه هذه الجرائد في حالة إذا كانت هذه عناوينها. إذا لمن توجه؟ من خلال العنوان تنعرف الجريدة لمن موجهة. واش للنساء؟ واش للأطفال؟ واش للرجال؟ واش للمدرسين؟ واش للأطباء؟ إلى غير ذلك. فهمتي؟ لقيتي واحد الجريدة لو ميدسان دو دوما، لقيتي مثلا العنوان ديالها لو ميدسان دي دوما، طبيب الغد. إذن باين بأن هاد الجريدة موجهة مثلا للطبيب مثلا. إذن من خلال هاد العناوين التي عندنا هنا أكي سادغيستيل لمن هي موجهة؟ للأطفال. إذن دابخي لي تيتر كونو فويون إيسي Ces journaux sont adressés aux enfants. Ces journaux sont adressés aux enfants. Et dans mon خلال هذه العناوين التي نراهنا هذه الجرائد موجهة للأطفال. Sur quoi nous informe chaque titre? Et dans حول ماذا يخبرنا كل عنوان? Sur quoi nous informe? Sur quoi nous informe chaque titre? حول ماذا يخبرنا كل عنوان? Il a donné le petit bidule. المقصود بها quelque chose, quelque chose. Ce journal peut comme exemple nous informer sur n'importe quoi. ممكن أن هذه الجريدة تخبرنا عن كل شيء. سنبخلو الجورنال à l'école. Le journal à l'école. Ce journal nous informe. Ce journal nous apporte toutes les informations concernant l'école. إذن هذه الجريدة أنها تورد كل أخبار متعلقة بالمدرسة. Le petit terrasson, c'est comme on parle d'une petite surface. إذا نتكلم عن مساحة صغيرة. إذا le petit terrasson, ثم عندنا mon collège. Il paraît bien que ce journal s'adresse aux collégiens. موجهة للتلاميذ. L'écolier, c'est l'enfant qui va à l'école. Le collégien, c'est l'enfant qui part au collège. إذا نتكلم عن le collégien هو الطفل الذي يذهب إلى الإعدادية. هذه لو كوليجيان. لو بتي إيكولي. إل باغي بيان كو سو جورنال سادغيس أو بتي إيكولي. إل نوز انفورم دو تو سو كي سو باس أ ليكول، دو تو سو كي سو رابورت أو زيكولي. إذن هي تخبرنا بكل ما يتعلق بالتلاميذ. ثم عندنا لو بتي كوتيديان. سو لافي دو كو سيت ان جورنال كي باغي شاك جور. إذا نتكلم عن جريدة أنها تظهر كل يوم. سان جورنال دو كلاس كي باري شاك جور. اذا نتكلم عن جريده مدرسيه تظهر كل يوم. ابري اون لا ماريل بوتيتر كو سو جورنال بارل دي جو دي زونفون. ممكن ان الجريده تتحدث عن العاب الاطفال دي زاكتيفيتي دي زيكولي لو جورنال دي زونفون.
Eden, c'est un journal qui concerne les enfants, bien sûr, et qui peut parler aussi de toutes les activités concernant les enfants. Eden, ممكن أن تكون جريدة موجهة للأطفال وتتحدث عن كل نشاطات الأطفال. Généralement, ces titres nous disent que ces journaux s'adressent aux enfants et qu'ils se préoccupent de sujets adressés aux élèves. إذن عموما هاد العناوين تقول لنا بأن هذه الجرائد موجهة للأطفال وبأنها تهتم بموضوعات موجهة للأطفال. إذن هذه العناوين تقول لنا بأن هذه الجرائد موجهة للأطفال وتهتم بموضوعات موجهة للأطفال. Généralement, ces titres nous disent que ces journaux s'adressent aux enfants. Et qu'il se préoccupe de sujets adressés aux élèves. Et qu'il se préoccupe de sujets adressés aux élèves. Après, on a je retiens, le titre d'un journal doit être court et accrocheur. Le titre d'un journal doit être court et accrocheur. عنوان الجريدة يجب أن يكون court. شنو هي court؟ جري. صغير. يجب أن يكون صغيرا. مش تدير في مثلا فقرة. وتقول هذا عنوان جريدة. هذه جريدة التلاميذ الذين يدرسون بمدرسة كذا. فهمت ولا؟ عنوان طويل. أنا تنتكلم على عنوان قصير. قد ما كان قصير غيكون مزيان. فهمتي؟ لو تيتخ دان جورنال دو إتخ كور إي أكخوشور. شي أكخوشور؟ يعني جذاب. إذا نتكلم عن أكخوشور. إذا نتكلم عن لو فيرب أكخوشي. أكخوشي أنك تشد. إذا أكخوشور يعني أنا جذاب. خاصو يكون اولا خاصو يكون قصير العنوان ديال الجريده يكون قصير ثم يكون جذاب تختار الكلمه او الكلمات المكونه لهذا العنوان ثم il renseigne généralement sur son orientation اذا هو يدل في العموم على توجه الجريده نتكلم هنا عن لو تيتر دان جورنال اذا نتكلم عن عنوان الجريده عنوان الجريدة il renseigne généralement هو يدل عموما sur son orientation يدل على توجه الجريدة son lectorat يعني المجموعة ديال القراء فهمتي المجموعة ديال القراء ديال هاد الجريدة إذن هاد العنوان le titre d'un journal doit être court et accrocheur إذا نتكلم عن عنوان الجريدة أنه يجب أن يكون قصيرا ثم جذابا il renseigne généralement لأنه عموما هو يدل il renseigne généralement هو يدل عموما sur son orientation هو يدل عموما عن توجهه يعني هل هاد الجريدة موجهة لتعطي مثلا أخبار اقتصادية أخبار سياسية أخبار رياضية أخبار ثقافية موجهة للطلبة موجهة للأطباء موجهة للمهندسين تهتم بالبيئة تهتم بالبحر إذن هناك جرائد تتكون عندها واحد التخصصات فهمتي إذن هذا العنوان هو اللي تحدد التوجه ديال الجريدة فهمتي إذن il renseigne généralement sur son orientation son lectorat وبالتالي هذا العنوان يحدد son lectorat يعني جماعة القراء يعني الناس اللي غيكونوا مهتمين بالجريدة إذن جمان تخين أنا أتدرب أو أتمرن on te demande de participer à la conception d'un journal de classe يعني أنه يطلب منك on te demande de participer يطلب منك المشاركة à la conception d'un journal de classe la conception تأتي من أي فعل تأتي من فعل concevoir concevoir شي concevoir concevoir هي تصور أنك تتصور شي حاجة كيفاش خاصها تكون أو كيفاش هي إذا نتكلم عن concevoir إذا la conception هو التصور شنو اللي غتصور هنا on te demande de participer à la conception d'un journal de classe أنه يطلب منك تصور جريدة قسم ممكن أنك في واحد الوضعية يطلب منك أن تتصور جريدة قسم غتقول لي ما كيفاش خاصها تكون غنديروا الأوراق بهذا الشكل غنديروا الكتابة بهذا الشكل غنديروا الموضوعات ديالها بهذا الشكل فهمتوا ولا غتكون مؤطره بهذا الشكل مثلا كو بروبوز غاتي كوم تيتر اكروشور اذا ضمن التصور الذي ستتصوره كو بروبوز غاتي ماذا انت ستقترح نتكلم عن لو فيرب بروبوزي كو بروبوز غاتي
Que proposeras-tu مدى أنت ستقترح comme titre accrocheur كعنوان جذاب كعنوان جذاب مدى أنت ستقترح كعنوان جذاب إذا ممكن أنك تقترح مجموعة عناوين ممكن مثلا أحيانا نتكلم عن بعض الجرائد التي تنتمي لبعض المناطق مثلا إذا كنت تسكن في الدار البيضاء أنت في مدرسة بالدار البيضاء ممكن أنك تختار كعنوان للجريدة مثلا جريدة القسم مثلا لو بوتي كازاوي مثلا فهمتي لو بوتي كازاوي مثلا كاين بعض العناوين أن تكون بهذا الشكل أن تكون منسوبة للمدينة الموجود بها التلميذ أو المدرسة ممكن أنك تنسب العنوان للمدرسة الموجود بها إذا هناك خيارات أخرى جو غيانفيستي أنا أستثمر جو شيرش دوتر تيتر دو جورنو أون كونسيرتاسيون أفيك مي كاماراد جون شوازي أن بور نوتر جورنال دو كلاس أون كونسيرتاسيون يعني بالتوافق أون كونسيرتاسيون أفيك مي كاماراد يعني بالتوافق مع أصدقائي أو رفقائي كما عندنا هنا جون شوازي أن أنا أختار منهم واحد أختار واحد من مجموعة عناوين بور نوتر جورنال دو كلاس أنا أختار منهم واحد لجريدتنا القسمية إذا هذا فيما يخص الصفحة إذا نكتفي بالقدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.